كنجي كنقلبوا السكر وطونسيون، وكيقولوا لنا مثلا شنو ناكلوا ولا الحاجه اللي مصالحه الناس. ودابا مع العيد خصنا ما ناكلوش الغلمي، ما ناكلوش داك الشيء ديال الكبش. مناسبه العيد تنجيب لهنايا، كيعطيونا الورقه ديال الريجيم عندهم، تيعطوها لنا فيها كل شيء، فيها شنو ناكلو شنو ما ناكلوش. تنجي تندير فحوصات باش نتاكد على السكر في الدم، وتنصح الناس بلا مارش، وتنصح الناس بالريجيم. العيد الكبير هو الغنمي شويه تاثر على الصحه الانسان، ملي كيتعدى واحد 40 واحد 40 سنه الانسان خصو يتفادى. تينصحوني بالمشي وشرب الماء، والحمد لله مزيان، غادي بتحسن الحمد لله. اللهم لك الحمد. محمد رئيس جمعيه الامل لمرضى السكري بالمغرب. هذه الخيمه التوصليه الخاصه بمرضى السكري، هذه الخيمه اللي جات بهذه المناسبه ديال عيد الاضحى المبارك، اللي تتقدم واحد المجموعه ديال الخدمات الخاصه بالتوعيه والتحسيس، او فيما يخص تقديم اجهزه المساعده على علاج مرض السكري. هذه الخيمه اللي تيوقع عليها اقبال كبير في مناسبه عيد الاضحى، اللي تتقدم واحد المجموعه ديال الخدمات من بينها التوعيه والتحسيس، الكشف المبكر على المرض السكري، العرض الاجهزه المساعده في علاج المرض. هذه الخيمه في حد ذاتها هو مركز طبي مفتوح لدى ساكنه مدينه فاس، اللي فيه خيره الاطر الطبيه والشبه الطبيه، اللي تتحاول تجاوب على جميع الاسئله ديال المرضى، وتحاول توفق وتحاول توصل المعلومه الدقيقه لا فيما يخص التغذيه ولا فيما يخص طرق الحد من مضاعفات السكري. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.